هقول لك جمل وفي ظرف 5 ثواني بعد كل جملة هتقولي لي أوافق أو أرفض أو استثناء. استثناء هتقوليها لما هتكوني عايزة تعلقي أو تشرحي أو تقولي رأيك في حاجة. مديرين أعمال الفنانين أحياناً بيكونوا هم سبب مشاكل الفنان مع الصحافة. استثناء. تفضلي. لو مدير أعمال ذكي وشاطر مش هيخلي حد يزعل من الفنان وهيرد بلباقة وبشكل دبلوماسي وهيعرف لأنه هو الوجهة بتاعت الفنان، لكن لو هو مندفع وعصبي ممكن أي صحفي يستفزه فيخليه يغلط، فبالتالي يبقى صورة الفنان هي يعني اللي مش كويسة. أحياناً زي ما احنا أحياناً بنقول. أحياناً. الجمال شرط لنجمة الشباك. ممكن تبقى واحدة جميلة. استثناء. ممكن تبقى واحدة جميلة جداً بس دمها تقيل فما تبقيش طايقة تشوفيها ولا تتكلمي معها، فمش شرط الجمال، لا الموهبة. الإغراء لنجمة جديدة سلاح ذو حدين. أكيد. استثناء. أكيد. توافي. أوافق. توافي. ارتباط الفتاة العادية أسهل بكتير من ارتباط النجمة المشهورة. طبعا. توافي. زواج امرأة من رجل مثلي لا يزعجني. إزاي يعني؟ توافقي ولا ترفضي ولا استثناء؟ طبعا. ترفضي. ممكن أتجوز راجل أصغر مني ب10 سنين. عادي. توافقي. لا توجد صداقة حقيقية في الوسط الفني. عشان عدوك ابن كارك. استثناء. العلاقات المثلية في الوسط الفني أكتر منها في أي وسط آخر. ما تقصدش. لا 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 مش استثناء، لا أرفض. ترفضي. لا طبعا كلام غلط. ثقافة المجتمع العربي لا تفصل بين الفنان وأدواره. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه ثقافتنا في مجتمعاتنا العربية ما بتفصلش بين الشخص وأدواره، يعني عادل أدهم أدواره شريرة الناس كانت بتفتكر استثناء إنه شرير بجد. استثناء. لا لا مش كل الناس، يعني اللي ثقافتهم على قدهم أو اللي هما مش فاهمين كويس ممكن يصدقوا ويبقوا شايفينه في الشعر إنه هو قتل قتلة ويكرهوه فعلا، وبعض الناس لا فاهمة إنه ده مجرد تمثيل وملوش علاقة بالشخصية الأساسية. زيجات الصفقات تنجح كصفقة ولا تعمر بيت ولا تجيب عيال. زيجات الصفقات بتنجح كصفقة فقط لا بتعمر بيت ولا بتجيب عيال. مش شرط. استثناء. استثناء. مش شرط. مش شرط يعني مش شرط. إيه مش شرط يعني ممكن واحدة تتجوز واحد عشان فلوسه بس بعدين تحبه وتخلف منه ولاد وتستمر الحياة، مش شرط. خالد يوسف الوحيد القادر على إعادة نجوميتي. لا طبعا. ترفضي. سعيدة ببراءة مبارك. استثناء. استثناء. تفضلي. لو هو يستحق البراءة خلاص ده كل ده عند ربنا، ربنا هو عارف مين بريء ومين مش بريء. سعيدة ببراءة العدلي. استثناء برضو، ربنا وحده هو اللي عارف مين البريء ومين اللي يستحق العقوبة. أحاسيسك إيه ناحية البراءات؟ يعني أحساسك متعادل إنه يعني؟ لا لا بصي بصي ما في حاجات يعني القضاء كلمته ولا ترد وكلمته تحترم، في النهاية الأهم من القضاء هو ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيدي كل واحد قد عمله. إذا هو يستحق البراءة خلاص جزاؤه عند ربنا، إذا هو يستحق البراءة ومش بريء وعمل حاجات مش كويسة ربنا اللي هيحاسبه مش العباد اللي هتحاسبه، حسابه عند ربنا بس. ده الفيصل في الكلام. سمية الخشاب الضربة القاضية. ده سؤال مكتوب على ورقة هتقريه وتقولي لي أسأل على الملأ ولا تنسحبي؟ الكلام ده غلط. لو تجرؤي انت تقوليه على الهواء قوليه، بس انت هتتحاسبي عليه من صاحب الكلام. انا بسألك انت. ده غلط. انا بسألك انت. دي إشاعة من ضمن الإشاعات. انا بسألك انت. لحظة بس، عايزاني اتكلم، انت هتتحاسبي على البرنامج ده. يعني انا اتحاسب؟ هتدخلي في مشاكل قضائيه. يعني ادخل في مشاكل؟ لانك بتقولي اسم راجل انا ما جوزتوش. دي حاجه نزلت في الصحافه وناس كتير اتكلمت عنها وانا طلعتها. طب من اتفضلي قولي انت اسمه، انا مش فارق معايا لاني اساسا ما جوزتوش. طب هل تجرؤي تقولي اسم زوجتي؟ لا ما تغيريش السؤال بقى. لا اهو لا انا لا بسالك اهو. لا 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 ده مش هل تجرؤي تقولي اسم زوجك السابق؟ لحظه بس
بلاش نلعب مع بعض اللعبة دي. نلعب انتي ايه؟ انتي كاتبة اسم حد وخايفة على المسؤولية دلوقتي. لا 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 انا مش خايفة على مسؤولية، انا ما احبش اقول اسم لو ما هو غلط. ما خايفة ليه تقولي اسمه؟ انا ادرب مسرحتي ما تخافيش عليا. لا انتي خايفة ليه تقولي اسمه؟ لو انا احط اسم شخص هو انا ليه ما سألتش السؤال ده كده؟ ورقة. انا ليه سالتك قبل ما اسال؟ ليه وريتك؟ ليه انا بوري السؤال ده؟ اعملي زوم ان على الكاميرا للورقه عشان الناس تشوف. ليه بتخوفيني؟ يعني ما بخافش. طب يلا وريها للكاميرا. بخاف، بترعش، ايه مشكلتك؟ قولي اسمه. بترعش. هو مش ده السؤال اللي انت بخاف. خلاص انت بقى السؤال اللي مش خايفه منه. انهي سؤال؟ هل تصرحي جمهورك باسم زوجك السابق؟ لا انت كده، انا قلت سؤال... اسم غلط. عصفورتي كدابه المره دي. لا انت كده مش فير. انت كده مش فير. لا انا قلت اسم غلط. لا لا انت كده مش فير. ليه مش فير؟ خلاص انت خايفه الغي السؤال. لا انا مش خايفه، انا ما بقولي اسم الراجل اللي انت كاتباه. اهو السؤال، هل تصارحي جمهورك باسم زوجك السابق الشيخ وليد الابراهيمي صاحب شبكه قنوات ام بي سي؟ طب ما قلتيش من الاول كده ليه؟ ده اللي مصر كلها بتقوله، مش اللي انا بقوله. مش مصر كلها بتقوله، ده اللي مصر كلها بتقوله واللي زملائك بيقولوه. ليه انا ابقى مسيئة لسمعه حد؟ كملي السؤال. انا عارفه ان الاسم ده صح 98%. دي اشاعه. ليه انا اجازف ب 2% في سمعه حد؟ لحظه لحظه، مش دوري. بالظبط بالظبط، مش دوري. عشان كده ده مكتوب على ورقه ليكي ولغيرك. عشان كده انا ضحكت وقلت لك لا قولي عادي، لان فعلا دي اشاعه واتقال قبل كده انه الام بي سي بتاخد مسلسلات سمية الخشاب عشان هي متجوزه الوليد الابراهيمي، ودلوقتي بيتقال ما بتاخدهاش علشان كده. لا خالص، بالعكس كانوا بياخدوا مسلسلات. يعني ان شاء الله قريب هنشوف لك مسلسل على ام بي سي. لحظه لحظه بس لحظه، ما تتوهيش الكلام. انا ما اتجوزتش وليد ابراهيم ابدا، ولا اعرفه، ولا اعرف حتى شكله عامل ازاي. ودي اشاعه مغرضه طالته وطالتني لمجرد ان قناه الام بي سي كانت بتشتري مسلسلاتي. خلاص. طب بس ليه بقى كل ال انت اللي عملتي ده؟ ما انت اللي عملتي اسمه. طبعا قلقتي. لا انا ما قلقتش، انت ليه مصره ان انا قلقانه؟ طب ليه ما قلتوش من الاول؟ لا انا مش قلقانه، انت اللي بتقلقي تقولي اسماء مش انا. بصي يا روحي، انت بقالك 3 دقايق بقول لك قولي اسم اللي انت مكتوبه. مش انت اللي المفروض تقولي لي اقول ايه وما اقولش لا ايه؟ لا انا المفروض اللي اقول لك. لا طبعا انت مش المفروض تقولي لي. انا المفروض اللي اقول لك. لا انت معايا هنا ضفتي على راسي تجاوبي على اسئلتي. طالما عيوني شافت الكلام اللي مكتوب فانت ملتزمه حضرتك تقولي. لا انا مش ملتزمه اقوله، وحضرتك مش اول واحده عيونها تشوف الكلام ويحصل تقول اسالي او تقول ما تساليش. انت في النهايه قلتي ودي اشاعه، وانا قلت لك انها اشاعه، وهدي اعصابك. طيب شفتي ازاي بالراحه؟ انا اكيد مش جايه تخلي. شفتي ازاي بالراحه من غير دقيق ومن غير كده ومن غير هاتي الورقه ووريني الورقه واعمل زوم ان على الورقه. انت قلتي الاسم يعني... خلاص. طيب كان قلتيه من الاول وخلصتينا. او انت من الاول تقولي لي اسالي. اشاعه صح طول الوقت. انا قلت لك ايه وانا بديكي الورقه؟ انا قلت لك ايه وانا بديكي السؤال؟ قلت لك اسالي او انسحبي. هتقولها عصير برتقال؟ ابسط رد او النبي يا جماعه يا ريت ليمون عشان بيأثر اكتر. طيب قلت لك ايه؟ قولي لي اسالي اسال على المرأة ولا تنسحب؟ لحظه لحظه، صح انا لما هقول انا ما اقولش. قولي لي اسالي على المرأة. منك انت، انا موقعش نفسي. انا ما قلتلكيش اقري السؤال. اسمعيني بس، انا طلبت منك تقري السؤال. اسمعيني، ما انت قلتي قولي. انا طلبت منك تقري الاسم. انا ما اقولش حاجه زي دي. قلت لك قولي لي اسال على المرأة ولا تنسحب. بس يا حبيبتي بس بالراحه، انا ما اقررش اشاعه سخيفه. انا ما قلتلكيش كرريها. ما انا لما اقول قلتلك اسال ولا تنسحبي. لحظه بس، قولي لي انا لما اقول الاسم. طب انا بكرر اشاعه سخيفه ماتت من سنين، كانت مكتوبه في جريده وماتت. انت دلوقتي بتصحيها عادي، لا تزال اشاعه. ارجع واقول لك ما طلبتش منك تقولي اسماء، طلبت منك تقولي لي اسال او تنسحبي. وانا انسحب ليه اذا كانت اشاعه؟ يبقى تقولي لي اسالي. لما تبقى اشاعه احط عيني. يبقى تعملي زي كل الناس ما عملت وتقولي لي اسالي. اما تبقى اشاعه احط صوابعي فين اي حد، لان اشاعه. ولو حقيقه هقولها على الملا لاني ما بخافش من حد. يبقى تقولي لي اسالي زي ما كل الناس عملت. انا قلت لك اهو قولي. قلت لي اسالي السؤال. قلت لك اسالي السؤال، انت ما رضيتيش تقولي اسم الشخصيه. علشان ما احطش اسم حد بالغلط، لانك حسستيني انه بجد مش هو ده الاسم. ما هو دي حقيقه، هو مش دي بس ده مش معناه ان انا بخاف لاني قلته، لانه هينزل في الحلقه ولاني ما بخافش. طب ليه وقت الضيع ده؟ لان دي مش حاجه تخوفني. هيتقص بقى في المونتاج. ده كلام اتنشر في صحافه. تمام. لا انا حلو. اوعدك انه مش هيتشال في المونتاج، حتى لو هشيل من اي حاجه تانية. بالعكس عادي. خلاص ووعدي ليكي انا هنفذه. عارفه ليه يا منى؟ احنا انا ما رضيتش اقول الاسم الشخصيه لانه الراجل ملوش دم. انت ما رضيتيش تقولي، انت اصريتي ان انا اقول. لا لحظه، انا اللي ما رضيتش اقول عشان كده، علشان ان انت بتقولي قولي اسم الشخص اللي ما اعرفش غلط ايه. يبقى حرام. ما ينفعش، حرام يعني. ما ينفعش ان احنا صح. طول الوقت نقول وغيره وغيره وشخصيات عامه ومعروفه جدا، وتقال سمية اتجوزت فلان وفلان وفلان. لا انا بصراحه ما سمعتش غير ده واحد تاني طول الوقت. انا مستهدفه خلاص، وانا مش في قمه نجاحي يا استاذه منى، فعادي
لا انت في قمه نجاحك على طول. احنا متفقين الحمد لله. انا اقصد يعني ان انا وقت ما كنت شويه زايده وما كنتش بشتغل وكانت كنت تعبانه ونفسيا. انت خدتي جوائز تمثيل اهو انت قاعده ما بتمثليش، عاوزه ايه تاني بقى؟ قولي الحمد لله. فالحمد لله اكيد. طيب. فطول الوقت عايزه اقول لك بعد كل الجوله اللي احنا عملناها دي انه اشاعات طول الوقت وغيره طول الوقت وناس بتدخل اساميها ظلم طول الوقت ان انا كنت متجوزاهم وانا ماليش علاقه بيهم ولا عمري شفتهم اساسا. فشوفي قد ايه الفنان ممكن يتعرض لسخافات في حياته ومع ذلك عادي وبنكمل وبنضحك وبنبتسم عشان نسعد الناس بس. فانا بشكرك جدا بعد كل الجوله اللي احنا عملناها مع بعض. واظن ان الديكور ملائم جدا للخناقه اللي احنا الملاكمه اللي احنا عملناها مع بعض دي. هي مش خناقه بس هي اختلاف وجهات النظر يحترم اكيد. انا مش متضايقه وانا بس ما كنتش احب انه اشاعه قديمه تتكرر وهي اشاعه ولا زالت اشاعه وهتفضل طول عمرها اشاعه وماتت وطلعت وهتموت وعادي. انت ليه متضايقه الاشاعه اكبر من حجمها كده بكتير؟ مش كده بس انا ببرر انه عشان ما تبقيش انت زعلانه انت ينفعش تستك اوفر قوي. لا خالص خالص انا متعوده على كده خلاص. انا متعوده هو ده يعني سيستم البرنامج ان احنا طول الوقت بنلكم في بعض وبنصارع في بعض. فنحب نقول للناس قوي ان احنا طول الوقت معرضين للاشاعات. اه طبعا. طول الوقت بتطلع علينا كلام مش مظبوط وطول الوقت بنتظلم. والله في اكتر من ضيف لما قرى السؤال قال لي اسالي وقال انه ده مش حقيقي وانه اشاعه. ما ده اللي انا قلته بس فعلا دي اشاعه بس. وهي انت مسميهم ايه؟ دخلاء على الصحافه واصحاب الاعلام السوداء؟ مش صفرة دي سوداء. بصي يعني كتير في ناس مش كويسه وفي ناس كتير كويسه جدا وزي الفل. ربنا يجعلنا من الناس الكويسه. مش هنغير الدنيا، هيفضل طول الوقت في احقاد وهيفضل طول الوقت في ناس مش كويسه. مش هنغير الحياه. لا والله هي الدنيا اتخلقت كده بالظبط. وهنفضل طول الوقت في ايه؟ مصارعه. في مصارعه. مصارعه ومصارحه ومصارحه ومصارحه. سمية الخشاب كنت ضفتي. استمتعت جدا جدا. نورتي لي. الانوار هتفرقع دلوقتي. كهرباء هتفرقع دلوقتي في الاستوديو. شكرا على حضورك. شكرا على مشاركتك. يا رب ما تكونيش زعلتي مني. لا مش زعلانه والله بالعكس. ولا قفلتي مني. لا لا ولا قاعده مستنيه كده بس الكاميرا. لا لانه مصارحه وانا كنت بجد معاكي صريحه وما جملتش في حاجه. والسيستم بتاع البرنامج حلو وعجبني جدا. الجمهور الازرق اللي قاعد ده شفتي عفاريت زرق. لطف جدا ومبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده. انا كمان. شكرا سمية. شكرا مشاهدينا على المتابعه. تحياتي منى عبد الوهاب.